اهلا بحضراتكم من جديد. النجم الكبير كابتن احمد ناجي، نجم مصر ونجم النادي الاهلي في ضيافه الاهلي الليله. وطبعا انا عن نفسي يعني مبسوط جدا ان انت معايا ومنور الدنيا كلها ومنور بيتك. وانا مبسوط جدا، دايما بطمن عليك وبتفرج عليك وبتابعك وبتابعكم كلكم، ومبسوط باداء القناه والحاجات الحلوه اللي فيها، وان شاء الله كل يعني اكتر واكتر ان شاء الله يكون القناة مزدهرة وجميلة وتناسب جماهير النادي الأهلي العريضة في كل مكان. والأهلاوية أكيد أنت وحشهم يا كابتن. أنا وحشهم الأهلاوية، وحشني جدا جدا جدا، وسعيد إن أنا موجود في بيتي. وإحنا أسعد. عايز نبدأ منين بقى؟ عندنا حاجات كتير. عايزين نطمن عليك الأول. أنا كويس، بس جيت من الحج يعني تعبت شوية. ألف سلام عليك. هو الحج مرهق. لا مرهق مرهق بجد. الحمد لله، لكن الامور اتحسنت وانا دلوقتي في تمام الحمد لله. تمام. المشاريع الكرويه للكابتن احمد ناجي، هو انا دلوقتي مشغول بيه محاضرات الرخصه السي الافريقيه، خلصناها كان امتحاناتهم من يومين ثلاثه وخلصت الدفعه الاولى، في ثلاث اربع دفعات كمان في الرخصه السي اللي بيشارك فيها الكاف لأول مرة يعني مع الاتحاد المصري لكرة القدم، هو ده اللي عندي دلوقتي. تمام. أنا حاسك في إيه؟ في حاجة؟ يعني مش عارف، لما قلت الكابتن أحمد ناجي ونجم الأهلي والأهلي والأهلاوية وحشينك في حسيتك اتخدت شوية. لا، ما الأهلاوية وحشيني على طول، ده مش دلوقتي بس يعني. ماشي. هسألك سؤال بصراحة. زعلت لما من عدم اختيارك مدرب حراس مرمى المنتخب؟ لا، مش أنا قعدت في المنتخب حوالي خمس سنين وشوية. بص هقول لك حاجة، أنا مش مهم أنا فين. دايما ده يعني ما يشغلني، المهم أنا بعمل إيه أو بنتج إيه. هو ده المهم. طب وإحنا شفنا، هل الخمس سنين اللي أنا اشتغلتهم أو الخمس سنين وشوية اللي أنا اشتغلتهم الناس راضية عن أداء الحراس، الناس راضية عن الإنتاج اللي حصل ولا لا؟ هو ده اللي بيسعدني، والحمد لله أعتقد إنه 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 إن الفترة كانت فترة مميزة بالنسبة لحراس المرمى. مع مستر كوبر وصلنا نهائي البطولة الأفريقية، وكان أداء متميز للحراس. تصفيات الكأس العالم كانوا مميزين جدا. في كأس العالم عملوا إبهار. محمد الشناوي في اول مباراه خد مان اوف ذا ماتش، وده بيحصل قليل جدا للحراس المرمى. الحضري لما لعب ادى اداء ما حصلش قبل كده اصلا. يعني خلينا نتكلم بانصاف، وما حصلش قبل كده ان حد من عندنا خد التصفيات الافريقيه اللي كانت في مصر. كانوا ادائهم ممتاز ورائع. محمد الشناوي فضل مترشح لاحسن حارس في البطوله، واحنا خرجنا من دور ال 16. بالظبط. فهو انا بعمل ايه، هو ده المهم. انا فين دي بقى بتاعت ربنا، دي الارزاق اللي بيقسمها ربنا اكيد. لكن زعلت؟ لا ما زعلتش خالص، لانه اكيد في يعني لازم ناس تاخد فرص، وطبعا من خلالك بقول لجهاز المنتخب الجديد قيادة الكابتن حسام البدري وكل الجهاز وكابتن ايمن طاهر بالتحديد موفقين ان شاء الله، ونتمنى لكم نتائج مبهرة، وان الشعب المصري يستحق انه يفرح، وان منتخبنا يكون في مكانة كويسة. اذا كنا احنا يعني اخفقنا في البطولة الافريقية، فنتمنى لكم ان شاء الله ان كل اللي جاي يكون افضل كمان من اي حاجة حصلت احنا عملناها. يا رب ان شاء الله. بس هو انا بكلم حضرتك، مش بكلم بصراحة يعني فريق منتخب. يعني انا فاصل مدرب الحراس بقى يعني معروف قوي، بتحاسب على جواله. لكن الحاجات الفنيه الثانيه او مع مستر هيكتور كوبر او مع جيريا او ايا كان، مدرب الحراس مفصول شويه او شغله بقى واضح للكل. عشان كده بقول لحضرتك يعني احنا شفنا كجمهور، شفنا حتى احنا كنا بنقول هو ايش اللي بيحصل للشناوي. يعني ايه اللي بيحصل للشناوي لما كنت قبل الهوا كنت بقول لك انه الشغل اسبوعين او ثلاثه بيسبقوا شغل شهرين او ثلاثه. ده اللي عايزين نفهمه عشان للناس، عشان عشان نبقى نركز في الاسبوعين او ثلاثه دول على اللي احنا هنعمله، اللي يحصل امبروفنج يعني او تطور للاداء في الحاجات اللي احنا شايفينها ان هي لو حصلت تعمل يعني تعمل تكامل في الاداء.
تمام. وده اللي كان بيحصل الحمد لله. وطبعا ادواتك هي اللي بتساعدك، يعني اذا ما كانش مثلا محمد شناوي او بقيه الحراس عندهم استعداد للتطور ده او عندهم يعني المنتاليتي بتاعتهم تقدر تستوعب اللي احنا بنعمله في خلال الفتره القصيره دي، ما كانوش هيساعدوك ان هم يبقوا في الفورمه اللي كانوا فيها يعني. اكيد. هكلم حضرتك تحديدا في يعني ازاي بتخلينا احنا نقول هو ايه اللي بيحصل لحارس لما بيجي مع احمد ناجي، مع طبعا حفظ الالقاب. احنا كده كجماهير بقى، خلينا اكلمك بالجماهير. احنا بنقول ايه اللي بيحصل الشناوي لما بيروح مع كابتن احمد يعني، او ايه اللي بيحصل مثلا مع الشناوي الزمالك او بيراميدز، او ايه اللي بيحصل ايا كان اللي بيجي لك، بنحس بطفره مع ان الوقت قليل جدا. لكن خلينا نتكلم في المستوى الفني بقى. انا عايز بس اكد على حاجه، انا ككابتن احمد ناجي راجل اشتغلت في المنتخب والناس كلها اشادت باداء الحراس زي ما حضرتك بتقول، فطبيعي جدا ان انا لما استبعد هقول ليه، ولا حضرتك يعني لا انا مؤمن ان شغلتنا ما فيهاش ليه يعني. ما فيهاش ليه. يعني طبعا انت يعني محكوم بناس بتختار، هي اللي بتختار او مدير فني بتختار جهازه، فهو بيبقى شايف المناسب ليه ايه يعني، بغض النظر عن اللي حصل قبل كده. ما حتى وانا ما رشحت للفتره اللي فاتت كان في تنافس جامد جدا بيني وبين بعض المدربين، ان انا حتى بعد مستر كوبر ان انا ما كنتش موجود، يعني كنت موجود فكملت، لكن كان في برضه منافسه ان انا ما بقاش موجود حتى في الفتره الثانيه. الفتره الثالثه يمكن كان في وجهات نظر ان مش عايزين حد من الجهاز القديم، عايزين نغير الجهاز كله يبقى كله جديد. وجهات نظر، اللجنه الخماسيه كان ليها راي، كابتن حسام البدري كان ليه راي، لكن انا ما بزعلش لانه هي دي مهنتنا طبيعتها كده. بجد ما بتزعلش يا كابتن؟ والله ما زعلت والله، لانه انا عارف انه يعني زي ما قلت لك انا مش مهم انا فين، المهم انا بعمل ايه. وزي يعني مبسوط جدا من كلامك ومن اراء الجماهير ومن هو مش كلام، ده كلام مصر كلها يعني. هو ده اللي مخليني عندي ثقه في اللي جاي، عندي امل كبير في اللي جاي يكون افضل وافضل، لان فعلا بحاول اقدم كل يعني خبراتي في 30 سنه في المهنه دي. 30 سنه مش قليل خالص يعني. طبعا انا هقول لك دلوقتي كمان، انا حصلت مكالمه بيني وبين طارق سليمان. انت عارف اني بحب اشوف ايه يعني، ايه اللي بتعمله انت في اسبوع يعني، عايز اعرف. فقلت له فعلا يا طارق، انت عارف طارق حبيبي جدا. لا طبعا كابتن طارق ناس مميزين ومن تلامذتي يعني. فعلا الكابتن احمد ناجي قال لي اه طبعا، قال لي يا ميدو كابتن احمد ناجي عنده خبرات كبيره جدا وبيعرف يدخل، ممكن اكيد انا بيبقى ليا شغل في النادي الاهلي مش هدخل في مداخل زي ما الكابتن ناجي هيعرف، ودي كانت شهاده بصراحه. انا قلت له بجد؟ قال لي اه والله بجد. فانا بصراحه استغربت كلام طارق كمان. لا هو طبعا احنا في المهنه، ناس في المهنه، طارق يعني او في بدايته التدريبيه اول يعني كورس تدريبي خده على ايدي، يعني اول كورس هو تدريبي الراجل بصراحه يعني خده على ايدي. وانا دايما بقول لو انا كويس يبقى طارق كويس، يبقى كل الناس. ايمن طاهر اول كورس تدريبي خده على ايدي برضو، فلو ايمن كويس وطارق كويس وسعفان كويس وكل الناس كويسه، وده اللي حصل فعلا في طفره في اداء حراس المرمى، لان هم بداوا يستخدموا الاسلوب العلمي في التدريب، بداوا يشوفوا، بداوا يقروا، بداوا. وده الكلام دايما اللي انا بحثهم عليه يعني، كلهم كمدربين اسامي كبيره وفي اسامي يعني انا فخور بيها جدا يعني في كل الانديه. خالد عبد الله في المقاصه من الناس الكويسين جدا، هشام السيد في الجونه من الناس الكويسين جدا. يعني مش عايز انسى بس حد، لان في مدربين فعلا، سيد السويركي في طلائع الجيش برضو من الناس الهائلين جدا 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 يعني، وحد برضو من ولادي وحد من الناس اللي انا يعني متابعهم. في احمد الظهراوي، في يعني اسامي كبيره، اسامي يعني وشغالين دلوقتي، وده واضح على مستوى الحراس يعني. مستوى الحراس المكان ده دايما اقول انا مش قلقان عليه خالص في مصر. احنا ده دلوقتي عندك محمد الشناوي وعواد ومحمد بسام في المنتخب، في اصابه لاحمد عادل عبد المنعم بعدته، في اصابه لاحمد الشناوي بعدته، فما كانش عندنا مشكله لان الثلاث مباريات اللي اتلعبوا في الدوري كان بسام واضح ان هو فايق ومتجهز كويس من خلال الكابتن سيد السويركي. احمد عادل عبد المنعم طالما حضرتك ذكرت اسمه، ليه ما كانش مرشح لانضم المنتخب الفتره اللي فاتت؟ لا كان مرشح، كنت دايما كان مرشح يعني. بيجي المعسكرات؟ لا ما جاش المعسكرات، لكن هو دايما من انا كنت دايما وانا بطلع اتكلم اقول ان في 7-8 حراس. تمام. في بقى اختيارات بتتم عن طريق يعني نقط معينه.
تمام. اللعب تحت ضغط، اللعب في بطوله افريقيه، اللعب تحت اكيد يعني نيرف معين في المباريات، فيعني ولكن هو كان دايما مرشح من الخمسه سته اللي كانوا بيبقوا موجودين. هو كانت فرصته كبيره جدا في الدخول، كان في مكالمه بيني وبينه قريب، وكان قال يعني ان الكابتن ايمن كلمه وقال له، فعرف ان هو عنده حاجه في ركبته، فدي اللي بعدته شويه. كذلك احمد الشناوي برضه من الحراس اللي كانوا مرشحين في المعسكر ده، جات له اصابه. فلا مصر ما شاء الله يعني مستوى الحراس فيها متميز يعني. مين اصعب حارس تعاملت معاه كابتن احمد؟ اصعب دي تحتمل حاجات كتير، اصعب كشخص، اصعب كحارس، اصعب كايه يعني؟ اصعب في في العموم. لا هو يعني اللي انت كان نفسك تلعبه بس شايفه صعب يعني، مش عارف تلعبه من تفكيره، من دماغه، من اسلوبه. لا ما حصلتش، بالعكس. واحنا دايما الموضوع بيبقى سهل ان انت تفرز الناحيه الفنيه والبدنيه والذهنيه، ده يعني ما بقاش صعب. ودايما حته المواجهه والصراحه دي بتبقى بتريح يعني، مين عارف نفسه نمره واحد، مين عارف نفسه نمره اثنين، وخصوصا في الانديه الكبيره والمنتخبات. جميل. لانه بتبقى انت محتاج حد يتحمل اعباء الـ يعني مسؤوليه نادي كبير او مسؤوليه بلد. بالظبط. فيمكن الناس بتبقى متعاطفه بشكل او باخر مع حد من حراسه، الاسماعيليه عايزين عوادي، مش الزمالك عايزين جنش، مش عارف مين عايزين مين، ولكن انت في الاول وفي الاخر بتبقى انت حساباتك مختلفه عن حسابات الناس. المهم في الاخر تطلع نتيجه ترضي كل الناس وتحس ان انت نجحت بس، خلاص ورضيت ضميرك. تمام. جميل جميل. مش ما هربت من السؤال برضه. هربت من السؤال. لا ما هربتش ولا حاجه، بس انا ما واجهتش الصعوبه في التعامل مع شخص معين، لانه انا دايما عندي بحلل الشخصيه اللي انا بتعامل معاها، بختار الاسلوب الانسب للتعامل معاها، حتى يعني طبيعه البيئه اللي اتربى فيها، ايه المناسب في الكلام. طب احنا بندرس دلوقتي للمدربين، بنقول لهم اقروا علم نفس رياضي، عشان برضو طبعا عشان هي حته ان انت تلاقي يعني قناه تتعامل بيها مع اي بني ادم حتى، بالظبط، تقدر تاخد منه احسن نتيجه. بالظبط. طب مين الحارس اللي كان نفسك تشوفه واقف معاك بس الحارس الاساسي مش مديله فرصه؟ يعني الفترات اللي كان فيه حراس مع عصام الحضري، يعني مثلا امير كان حارس موهوب جدا جدا جدا، لكنه قعد فترة طويلة لعصام، وعصام طبعا كان متألق جدا، وكان ما ينفعش انت هتقول لي على عصام. كنا بقى بنستنى الكاس وندي الكاس كنت انت موجود في الفترة مش دي، مش عايز حتى ما بتصاب، مش عايز كنت خلي بالك بيزعل بقى من الكلام ده. لكن كنا بندي امير مباراة الكاس، لان كنا مؤمنين جدا بموهبته وبقدراته يعني. اكيد. يعني لو قلت حضرتك يعني اكيد في، احنا لسه ما دخلناش في السكريبت، خلي بالك. اتفضل. كل دي الاسئله اللي بتحبها الناس، عايزه تعرف كواليس كابتن احمد ناجي، اصعب مواقفه مع الحراس اللي هو يعني كنت مبهور من موقف معين عمله حارس، اكيد عدى عليك كتير قوي. لا دايما يعني هو في النادي الاهلي انا اشتغلت تقريبا 13 موسم، فاكيد في مواقف كتير جدا يعني عدت علينا، من اهمها لانه النادي الاهلي بيلعب في بطولات كبيره وبطولات افريقيه وكاس عالم للانديه، من اهمها ضبط التوتر عند الحارس قبل البطولات الكبيره. يعني في مباريات حراس كبيره جدا بتشعر ان مثلا نسبه العرق زياده جدا، مؤشر على التوتر، التركيز رايح، حتى في الاحماء انت ليك في اكيد بتاع انواع من الاحماء بتبقى فيها يعني الاحماء اللي بيدي الثقه، الكونفيدنس وورمنج او الاحماء اللي بيدي الثقه يعني. تمام. بتركز على الحاجات اللي هو اللي انت عارفها ان هو كويس فيها، فبتركز عليها عشان تعلى من الناحيه النفسيه. بالظبط. فتيجي تعملها تلاقي برضو في شورتج يعني، في حاجات بيعملها كويس قوي وفي الاحماء يعني مش مطلع احسن نتيجه، فتحس ان نسبه التوتر عاليه، فممكن توقف وتقعد تنكت وتشرح وتهزر لحد ما تحس انه حصل بالانس يعني، حصل توازن في يعني في الحاله النفسيه، وانه قدرت تظبط التوتر. دي من اهم الحاجات المدرب حراس المرمى في الانديه الكبيره او في المنتخبات
لازم يشتغل عليها بشكل جيد، لانه كده كده انت عندك حارس كويس من الناحيه الفنيه. بالظبط. اللي بيفرق ان هو حاسس بالجيم اكتر من اللازم او حاسس بالجيم اقل من اللازم. التوازن ده بقى اللي انت بتعمله ده هو ده المهم، بغض النظر عن الشغل الفني والبدني والتاكتكس والحاجات دي كلها، ده المهم بقى جدا في مدرب نادي كبير رايح تلعب في بطوله كاس عالم، نهائي بطوله افريقيا، تصفيات كاس عالم، تصفيات بطوله افريقيه، مباراه بيشوبها حاجات كتيره في الاتموسفير بتاعها، رايحين بلد طول الليل بيزمروا ويطبلوا عاملين نار مش عارف ايه، الحاجات دي كلها يعني مجبور يعني تجمع خبرات كبيره انت بتستوعبها وبتبقى عارف ان ممكن الحدث ده يحصل، ممكن ياثر على نسبه التوتر للحارس. فده بقى شغلك الرئيسي قبل المباريات وبين الشوطين وحتى بعد المباريات وقبل البطولات والتجهيز للبطوله نفسها والتجهيز لشغل البطوله. يعني مثلا كاس العالم اشتغلنا حوالي 3 أسابيع ما بين ايطاليا وبلجيكا لحد ما رحنا روسيا، وكان في مباريات يعني فريندلي يعني، فاشتغلنا بشكل جيد جدا مع الحراس. وكمان الحارس لازم يعرف هو داخل على ايه اهميه الحدث اللي هو هيشتغله، ايه نوع الشغل اللي هو هيستفاد منه عشان نتيجته تطلع في المباريات. وعلى فكره الشغل ده مش فني بس ولا بدني بس ولا ذهني بس ولا معرفي بس. يعني احنا دلوقتي في اسلوب في المودرن فوتبول انت عندك مساعدين، يعني مثلا بتاع التحليل بتفرج الحارس على المباراه كفيلم بيشوفه وبيبقى نازل الماتش عارف 80% من اللي هيحصل. تمام تمام. بتقطع له حاجات تمام. وبتجيب له الميزات وبتجيب له العيوب وبتجيب له كل حاجه، حتى مين اللي بيشوط مين اللي بيعمل كورسات، حتى فرقتك في الديفنس بتاعك. تمام. مين بيستلم تحت ضغط مين ما بيستلمش تحت ضغط. جميل قوي. امتى تحول الهجمه، امتى تعمل الكونتر اتاك، يعني كل الحاجات دي بقينا بنتكلم فيها بحيث ان هو بيبقى عنده داتا زي الكمبيوتر كده بالظبط قبل اللعب. تمام. فده بيساعدنا كتير انه ممكن لو حد بيشتغل بالطريقه دي يقدر يطلع نتيجه كويسه. مين كان اكتر حارس عنده الثبات اللي حضرتك بتتكلم عليه، الثبات الانفعالي، الثبات في الماتشات؟ هو كل الناس خدت فترات لحد ما بقت عندها ثبات. خدوا فترات. حتى عصام الحضري في اوله خد فتره طويله واستخدمنا معاه اسلوب علمي جدا 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 عشان نوصله لدرجه معقوله من الثبات الانفعالي يعني. لكن في محمد الشناوي من الناس اللي ما شاء الله عليه اللي عندها يعني بقى بيحب يلعب في ناس تحت الضغط وتحت في ناس بتبقى المباراه هم على قلبها او هم انت عارف طبعا جماهير هو بيحب الحاجات دي. لا هو عنده حته وصل لحته جميله جدا ما شاء الله انه بيحب يلعب، ما تحسش ان هو عنده لدرجه انك عليه عنده لا مبالاه او مغرور او لكن لا هو طبيعته كده وصل لحاله من الثبات والاتزان النفسي اهلته ان هو يبقى في المكان اللي هو فيه. جميل. لما بقى عندي حارس الحضري مثلا بيساعدني انا كمدرب كبير ان انا ابقى الدنيا سهله بالنسبه لي. من اصعب الناس اللي انا تعبت معاهم الحضري على فكره، لان هو ما كانش بيحب التمرين وما كانش متعود على الهارد وركر، يعني ما كانش متعود على التدريبات الصعبه. بجد يا كابتن اول مره وحصلت مشاكل واشتكاني للكابتن صالح رحمه الله عليه، وجينا فهمناه انه لازم يكون لك عمر تدريبي والعضله يبقى ليها عمر افتراضي كبير. اول مره نعرف المعلومه. وعشان تلعب فتره طويله وهو يعني الحمد لله واقف على رجليه يمكن لحد دلوقتي. لغايه دلوقتي. يعني وبعد كده بقى اليوم اللي اديهوله اجازه يروح يتمرن بره يعني. انا عشان كده بستغرب. فلا خد مني وقت كتير وخد مني تعب كتير عشان يتعود على التدريبات الشاقه وده طبعا يعني اعتقد ان هو موقفه لحد على رجليه لحد دي حقيقه، لانه فهم لانه يروح اي حته يعذب بقى المدرب، يبقى عايز تدريب وعايز حاجات. ففهم. لكن من اكتر الناس اللي احنا يعني بذلنا جهد معاها عشان تبقى تفهم يعني ايه يعني يبقى از بروفيشنال واي يعني. تمام. يبقى عنده الاحترافيه في اداء التدريبات لكن هو طبعا بقى كمان اضاف لده انه بقى يعمل استشفاء لنفسه كويس جدا حتى في البيت، يجيب تلج يعمل مش عارف ايه،
يعني بقى عنده ثقافه اللي تزود الاحترافيه بتاعته. بالظبط بالظبط. كنت بتزعل لما الحضري بيتصاب يا كابتن او عندك جول اللي انت بتثق فيه قوي؟ اه بتزعل او بتبقى شكلها ايه بالنسبه لك؟ بالعكس انا مش طبعا بزعل انه اتصاب، لا انا بتكلم لكن عليك كمدرب، لكن عايز الناس تشوف شغلي بقى اللي مع غير الحضري. بالظبط. وكان بتبقى النتيجه هايله مبهره يعني، كان عندنا حتى لما الحضري مشي امير خد شوط كويس جدا وما خسرناش حاجه يعني. بالعكس بالعكس يعني كل تجارب يعني حتى بره مصر عندي تجارب حلوه جدا في ان انت تزق حارس يعني تجهزه كويس، وتبقى انت كمدرب عندك حته ان انت تبقى تقول للناس يعني انه لا انا اقدر اجهز الاساسي والاحتياطي ونمره ثلاثه، وتبقى فخور ان انت عملت الشغل ده. تمام. لو سالت حضرتك عن اكتر حارس تالنت موهبه موهبه ربانيه فيه؟ كلهم عندهم موهبه بالتاكيد. اللي انا عايزه يحرص شويه على 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 موهبته، انه يساعد نفسه ان هو يبقى اويرنج قوي بموهبته، هو احمد الشناوي. احمد الشناوي حارس موهوب جدا، لكن لحد دلوقتي يعني محتاج يشتغل مع نفسه هو. يعني ايه مشكلته يا كابتن؟ حياته شغله مع نفسه يعني. وبالامانه برضو عشان ما بقاش ظلمه، في اخر معسكر معايا في البطوله الافريقيه كان التزام بنسبه 100%، عايزه يبقى هو الفتره دي طول حياته. طب ايه لأن المشكله؟ تتكرر اصاباته الاصابات بتتكرر يعني. انا بشوفه انا يعني هو مثلا السنه دي لعبنا 3 مباريات، هو تقريبا لعب مباراه، اتصاب في مباراه في البطوله الافريقيه طلع في اخرها، في مباراه النادي الاهلي طلع باخر ثلث ساعه. يعني عايز يهتم بالحاجات زي دي، عايز يهتم بالاستشفاء بتاعه، عايز يهتم من ربنا مديله موهبه كبيره فعلا، ولا يهتموا بالثبات بتاعه كل حاجه. لا يهتم بتاعه. هو اذا هو لا هو حارس كبير، هو حارس كبير ناقصه حاجات بسيطه تظهر موهبته. بحسه في الماتشات الكبيره يا كابتن. لا ده على فكره، لا على فكره، لا فعلا، لا لا على فكره، لا انا معاشرته كويس، وهو عنده يعني اللي بيحصل له نتيجه انه يعني تمرينه مش دايما قوي، فيحصل نرف للعضله في وقت معين تشد او تقطع او او او، لكن ما بيخافش، لا ما بيخافش. نفسي يبقى هو يعني يعني يدي موهبته اهتمام اكبر. موهوب طبعا، موهوب جدا. قول لي بقى الاسبوعين اللي حضرتك بتاخد فيهم الاجوال او ايا كان الفتره القليله جدا وبتاثر فيهم تاثير عالي جدا جدا، حضرتك بتجهز ايه؟ بتعمل ايه؟ بتكلمهم ازاي؟ طبعا انا بروح المباريات مش متفرج يعني، بروح اجهز لشغلي. كنت قاعد مع الاستاذ محمد العدل قبل الهوا وفتحنا الموضوع دوت، وقلنا هو الموضوع مش موضوع الاسبوعين او ثلاثه، لا الموضوع الشهرين او ثلاثه اللي قبل المعسكر. تمام. انه بتشتغل مثلا، بتلاحظ الفوتورك، بتلاحظ البوزيشن، بتلاحظ القرار، بتلاحظ بالظبط ايه بقى الحاجات اللي انت عايز تشتغل فيها دي، وتجهز الاجنده بتاعتك اللي فيها التدريبات اللي الاجنده المضغوطه اللي هتساعد على يعني التحسن في بنسب في الحاجات دي. وزي ما قلت لك ادواتك هي اللي بتساعدك، عندك حارس هيقدر يستوعب ده. بالظبط. عشان كده وانت بتختار الحارس بيبقى ده جزء من اختيارك. جميل. الحارس اللي يقدر يستوعب الافكار المضغوطه في فتره قليله. بالظبط بالظبط. يعني انا من خلالك طبعا يعني عايز اقول لكل الحراس اللي كانوا موجودين وصلوا لمرحله قبل كاس العالم كمان، كان معايا شريف اكرامي، كان واصل لمرحله كويسه جدا يقدر يلعب في اي وقت، انه كان واصل في مرحله في التجهيز لكاس العالم كان منافس قوي جدا جدا جدا، وما كنتش قلقان عليه لو خد فرص. تمام. لانه فعلا برضو من الناس الاذكياء اللي عندها ان حته الاستيعاب دي عنده. تمام. رائعه. وهو كان بيقول يعني، كان يعني بيقول لنا بيني وبينه، انا حاسس ان انا فت، انا حاسس ان انا فورمتي عاليه. لا يعني طبعا هو التجهيز للاسبوعين او ثلاثه اهم من الاسبوعين او ثلاثه بالنسبه للمدرب. انت لو قعدت مركز في حاجات في جزئيات صغيره يعني، مثلا جزئيه الميل على المكان اللي فيه اللعب عشان يسهل، كنت هقول لك اهم عشان يسهل النقاط اللي حضرتك بتركز عليها، عشان هو بيبقى فيه قرار بتستدعيه، المسافه بين القرار ده وتنفيذه
ليه خطوات قبلها، البوزيشن بتاعك سليم ولا مش سليم، الجزء من الثانيه بيفرق، الوضع الفسيولوجي، الاداء بتاعتك يعني ال شكل الرجلين، خطوه الرجلين قدام، الرجلين ورا، فتحه الرجلين، الستارت بتاع السبرنت، الحاجات الكتير دي اللي انت بتدي فيها الروشتة اللي هتطلع احسن نتيجه. يعني بتقعد بقى تشوف الحارس في المواقف ده كان واقف رايت بوزيشن، فولت بوزيشن، يعني في وضع صحيح او في وضع خاطئ، فانت تصلح له الاوضاع دي بحيث ان الرايت بوزيشن ده يديك نص الاداء بالظبط. يعني يعني يديك زمن سهل لك الدنيا، تستخدمه كلها لصالحك مش لضدك، لان احنا دايما بنقول الحارس المرمى بيلعب يا الكره بينه وبين المهاجم، يا الكره قريبه للمهاجم، يا الكره قريبه له في موقف مثلا الانفراد، يعني مفيش موقف ثالث، يا الكره قريبه للمهاجم، يا الكره قريبه للحارس، يا الكره بينهم هما الاثنين. تمام، في بقى كذا قرار هعمله وفي كذا تكنيك هشتغل بيه، ده جيم بيني وبين المهاجم مش كده؟ تمام، ففي كذا حاجه هعملها اللي بيها اطلع احسن نتيجه. تمام، احنا بقى بنقعد نشتغل في الحاجات دي. في الوضع التشريحي لشكل الاداء هيخدمك وهيساعدك في انت تطلع نتيجه كويسه. لو انت طالع زقيت بالرجل اللي في سكه الكوره، خدت خطوه قطريه، خدت خطوه جانبيه، خدت خطوه اماميه، قفلت وسبت طول جسمك للمهاجم عشان لو راح بيك يمين او راح بيك شمال، بنقعد نذاكر المساله دي بشكل دقيق جدا 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 طبعا. ونطلع مع طبعا المحلل الفني مواقف زي كده والحلول اللي عليها طبعا. جميل، وانت بتنزل الملعب كانك يعني قاري وشايف فيلم شفته 10 مرات قبل كده. جميل، فطبعا بتطلع نتيجه كويسه. وده طبعا انا بقول لاخواتي المدربين الحراس، المودرن فوتبول او كره القدم الحديثه بتعتمد على الاعداد القبلي، اعداد ما قبل المباراه بالظبط. جميل قوي. قبل ما نطلع فاصل وندخل بقى في الاهلي، عايز اسال حضرتك سؤال ممكن حضرتك تكون جبته عليه، بس انا بصراحه ما اول مره يعني هعرف اجابته منك. الحضري في اخر ماتشاته مع حضرتك المونديال في روسيا، الماتش اللي لعبه لعبته علشان تكرمه؟ لا لا لا، ولا لعبته علشان هو يستاهل انه يلعب؟ سؤال حلو وجميل، وانا لو كمدرب بفكر كده ابقى ما استحقش اكون في المهنه دي. انا والله العظيم ما عرفت اسالك السؤال ده، لانه هو كان جاهز تماما. اكيد حد سالك السؤال ده طبعا. لكن هو لعب، انا حتى قبل المباراه خدته وقلت له كده. كل الصحافه هنا طلبت انه يعمل ريكورد ورقم مش عارف ايه واكبر لاعب في كاس العالم. قلت له اقسم بالله انت لو ما تستحقش تلعب مش هتلعب. انت لعبت عشان انت تستحق تلعب، فورمتك ممتازه وكنت تقدر تبتدي، لان كان كل الناس بتنادي ان هو يبتدي بالظبط. لكن انا كنت شايف من مباراه البرتغال ان محمد الشناوي هيبتدي. بعد مباراه البرتغال خلاص محمد الشناوي بالنسبه لي انا كان الحارس الاساسي، وكان طبعا ده مفاجاه لينا كلنا، لكل الناس يعني. فالحمد لله الا انا بصراحه، هما الاثنين ادوا اداء رائع، محمد الشناوي ادى اداء رائع، والحضري ادى اداء اكثر من رائع في المباراه اللي لعبها. جميل جدا. نطلع فاصل، نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم اللي منورني النهارده في الاستوديو الكابتن الكبير الكابتن احمد ناجي. نرجع بعد الفاصل نتكلم عن الاهلي ودوري المجموعات الافريقي. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه منورني ومشرفني النجم الكبير الكابتن احمد ناجي اللي منور بيته طبعا هنا في الاهلي، وبنتشرف كلنا بيه، واكيد كان وحشنا كلنا، وبنساله وبيجاوب بمنتهى الصراحه وبمنتهى الواقعيه اكيد اسئله كنت حضراتكم كلكم عايزين يعني تسالوها له. قبل ما نروح للاهلي عايز اسال حضرتك، ناوي ترجع؟ تشبعت تدريب؟ لا مش حد بيتشبع تدريب. لا 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 طبعا، يعني التدريب ده هو يعني انا تمنيت، ويمكن كان ليا تصريح قبل كده انه انا عايز يعني اموت زي موتة ثابت البطل. ما تشر عليك كابتن في الملعب، ما تشر عليك ربنا يرحمه ويحسن اليه، لانه يعني الموتة بتاعته عجباني جدا، فضل يكافح. بعد الشر عليك كابتن، يكافح لحد اخر لحظه في حياته. فاكر الماتش بتاع الزمالك 3-0؟ طبعا واحنا كنا جنبه، كنت بخطيه بالبطانيه اللي كانت بتقع منه دي. طبعا هشتغل وعندي طموح ان اللي جاي يكون افضل ان شاء الله، بس طبعا الارزاق بيد ربنا سبحانه وتعالى. انا مش عارف الخطوه الجايه هتبقى فين، لانه انا حاسس انه يعني
يعني احمد ناجي هيشتغل فين، ينفع يشتغل في نادي، ينفع يشتغل مش عارف ايه، لان حياته كلها منتخبات وانديه كبيره، النادي الاهلي او بره مصر يعني ما اشتغلتش. لكن لا طبعا اي شغل هيبقى موجود وهفكر فيه بجديه وهحاول يعني افضل انتج لحد ما ربنا يريد يعني. لانه اساسا احنا انا يعني ما بقاليش كتير قاعد، بس كميه الشوق للنجيل طبعا أفضل. يا كابتن طبعا انت مدرب وعارف طبعا طبعا. لا يعني طبعا ان شاء الله باذن الله، اذا كان ما اعرفش بقى اذا كان جوه مصر او بره مصر او هشتغل حاجه مرتبطه بكره القدم ايا كان ايه هي. لكن سعيد جدا دلوقتي بان انا مشغول ان انا يعني اوصل افكاري او يعني خبرتي الطويله في واصلا انا دايما بعتبر نفسي يعني مجنون تدريب، يعني ما بقفش عند حته، دايما مسافر او جايب حد هنا نتذاكر او في دوره او 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 يعني. فعايز كل اللي اتعمل ده الناس تاخده بمنتهى الصدق والامانه يعني. حلوه مجنون تدريب دي على فكره. يعني هي انا دايما اقول المبدعين بيكون فيهم جزء من الجنون بجد والله، زي مثلا بيحصل لما بشتغل مع مدربين اجانب بالذات، لانه وحده التدريب بتاعتي شكلها مختلف. يعني انت ممكن تكون اشتغلت مع 10 مدربين حراس او 15 مدرب حراس، في استنباط كده في التدريب، تدريب حراسه المرمى بالذات. لكن لما تبص لحد يعني مش عايز يعني الناس تفتكر ده يعني انه غرور او حاجه، لا انا فرحان بكده، لانه في ابداع يعني، في شكل وحده بتحس انت كمدرب انا بشتغل معاك انه دي بتاعتك فعلا، من تصميمك انت. جميل. وحدتك من تصميمك. جميل. يعني مش انت شفت فلان بيعمل كذا او علان، لا ممكن فلان اللي يشوفك ويعمل زيك ايا كان ايا كان هو فين. يعني بالليل كده بتشوف مثلا الشناوي في الماتش كان واقف كده، فممكن اعمل له وحده تدريب علشان اعالج له الخطا اللي كان فيه. بالزبط. ممكن بالزبط. ودي طبعا ليها معادلات، تدريب من جوه المباراه، تدريب معادلات. تمام. يعني عايز احسن عنصر من العناصر الفنيه او البدنيه. بالظبط. في معادلات ثابته، لكن الشكل يعني مثلا يقول لك كابتن ناجي مرنا 365 يوم في السنه مختلف، ولو مررنا السنه الثانيه مختلف على السنه اللي قبلها، واخد بالك؟ تمام. فهو ده اللي بتكسر حده الملل لو ربنا اداك حته الابداع في تصميم وحدتك، في كيفيه الوصول للهدف من الوحده. بالظبط. وده اللي احنا بنقوله للمدربين، انه دايما انت بتشوف حاجات على اليوتيوب وفيديوهات، الماتيريال اللي عندك مش هو ده اللي انت اتفرجت عليه. بالظبط. انت عندك يعني زي ما مثلا في الرخصه ادينا بمنتهى البساطه يعني تدريبات بس تخدم كرة القدم الحديثة، لأن كرة القدم الحديثة دلوقتي بقت فيها ديناميكية أكتر. طب كابتن كام سنة بتمرن حضرتك دلوقتي؟ 30 سنة. في ثوابت؟ تقدر تقول إن في ثوابت في التدريب؟ يعني في ثوابت في مثلا في الناحية البدنية، يعني مثلا في ثوابت في الناحية في البدنية، في معادلات الناحية البدنية مش في أشكال التدريب. يعني مثلا عشان تعمل عنصر السرعة في حجم وشدة وفترة راحة. الحجم كده في الشده كده، الراحه مثلا في السرعه لا ما اتغيرتش، الوحدات البدنيه ما اتغيرتش، لكن شكل التدريب ممكن نفسه. يعني زمان كانوا بياخدوا اجازه 3 اشهر فالعضله يحصل لها ترهل وتبدا منها من الصفر من اول وجديد، لكن دلوقتي احنا بناخد اجازه 15 يوم، فالعضله ممكن تعمل لها حاجه اسمها تشوك براكتس، يعني تدريبات تصادميه، ممكن تعمل قوه وسرعه وتحمل وحاجات كتير، بحيث ان انت بعد اسبوع تلعب مباراه على 22 لاعب. جميل. وتتدرج في 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 حجم الحمل وانت طالع. جميل. لحد ما توصل لنهايه فتره الاعداد، عملت كل الحاجات البدنيه والعناصر البدنيه في خلال فتره، لان حتى كمان بندي تدريبات لفتره الراحه، يعني لعيب على البلاش بيعملها، في الجيمنازيوم بيعملها، فيجي لي مش باخده من حته اعلى من 3 او اعلى من 4. فالعناصر البدنيه ثابته، لكن التعامل معاها اختلف. طب ليه في اوروبا كابتن يعني تجربه اتلتيكو مدريد تحديدا، انا بتكلم بقى مش على الاجوان، بتكلم على اللعيبه. تمام. كنت قريت تصريح اللي هو مدرب الاحمال او ايا كان المسمى بتاعه ايه، يعني المعد البدني، قال ان اللعيب الكوره بالنسبه لي زي البالونه. كل ما اشوفه عايز يتنفخ بنفخ فيه. بس انا عارف ما هو لا في هنا معدلاته ايه. في هنا حاجه مهمه جدا 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 لازم نتكلم فيها بشكل والناس تاخد بالها منها. في حاجه اسمها الادابتيشن، الادابتيشن التكيف.
يعني مثلا في السباحه بيتمرنوا 5 ساعات الصبح و5 ساعات بالليل. التكيف حصل جميل، التكيف جميل جميل. وهنا احنا عايزين نتكلم في حته ازاي انا اعمل اختبارات قبليه واختبارات اثناء الموسم واختبارات قياسات في نهايه الموسم. قياسات اختبارات وقياسات يعني. عشان اعمل الحمل وعشان انا متمكن من الحته دي، عشان كنت بقول للمدربين حلو قوي التكيف دي، حلو لازم قوي. لازم نقرا في حاجه اسمها الاحصاء التدريب، الاحصاء او عمل متوسطات للحجم البدني والقوه البدنيه والسرعه والحاجات دي لازم انا اعملها، بحيث ان انا مثلا عندي عبد الحميد حسن وحسام حسن امرن ده ازاي وامرن ده ازاي. تمام. مثلا طالب في نص دقيقه 50 بطن من عبد الحميد حسن، ما اقدرش اطلبهم من حسام، لازم اطلب منه 150. تمام. انت فاهم ده ازاي؟ تمام. ده المتوسط بتاعه كده وده المتوسط بتاعه كده، لانه يعني معدلات القوه البدنيه، التحمل، السرعه، وده اللي بتبينه القياسات. انت بتحاول تخلي كله في معدلات قريبه من بعض. يعني يعني جهاز الدوري التنفسي، في حاجات كتير انت بتتعامل معاها. جميل. بحيث كل الهم من ده كله ان انت تطلع احسن قدرات من احسن من كل الناس. فانت عندك في كره القدم الحديثه مفيش فترات راحه طويله، العضله بتبقى متماسكه الى حد كبير. فانت مثلا احنا بنقول مش عارف تدريبات القوه زمن الراحه مساوي لزمن الشغل، تدريبات التحمل زمن الراحه اقل من زمن الشغل عشان النبض، تدريبات السرعه زمن الراحه. لخصت الموضوع في التكيف، انا بالنسبه لي الكلمه كانت حلوه قوي. فانت لما بتعمل ادابتيشن او تكيف او تادبت اللاعب على فورمات معينه او بس، هو دي احنا في كره القدم الحديثه ده بياخد بعد، ما بنشتغلش البدني بحت، بنشتغله بحاجات تناسب المباراه بالظبط، بالكوره بشكل خططي، بشكل فينيشنج، بشكل البدني داخل فيه. يعني المعد البدني دلوقتي ما بيجريش وينطط وخلاص، لا ده بيخش في خطه المباراه وبيعمل اعداد بدني لازم يعرف بالظبط فني بالظبط. يعني مثلا بتبقى فتره اعداد بدني عام وبدني خاص وقبل منافسات ومنافسات، دول الاربع حاجات اللي قبل المباراه قبل الموسم. لكن المعد البدني دلوقتي بيعمل كل ده عشان يخدم فتره المنافسات بالظبط، ان هو يعني حتى الشغل اللي في الجيم بيعملوا بتكنيك معين بحيث انه يخدمه في الاداء الحركي في اللعب. فبقى شطاره المعد البدني مهمه جدا دلوقتي تخدم الجيم. اكيد. زي ما احنا بنعمل مثلا جيم يعني جيم سيتويشن، يعني مواقف لعب بالزبط. تدريبات لمواقف اللعب بالزبط. جيم سيتويشن براكتس، يعني تدريبات تخدم اللعب عشان ما اقعدش اعمل حاجات اللي زي في تايتل كبير كده ما لا يحدث في التدريب لا يمكن حدوثه في المباراه. جميل. فانت بتقعد تركز تركيز جامد جدا على الحاجات وتحت الضغط اللي بيحصل في المباراه، يعني التدريبات اللي بتفيد، يعني مثلا تدريبات يعني تبقى كلها معظمها تحت ضغط، يعني عدم رؤيه، انعدام رؤيه، تحرك سريع. جميل. سر خطوه عشان اسبق بيها المهاجم، فشكل التمرين كله بيبقى كده. فتيجي في المباراه تلاقي اللي بيحصل لك في التمرين هو اللي انت شايفه المراه، فالموضوع سهل. استدعاء القرار بقى المسافه سهل. بين استدعاء القرار وتنفيذه قليل قوي، موجوده بالزبط. في الان يعني في اللحظه في التايم الصح بتاعها يعني بالظبط. وانا عايز اقعد اكلمك كتير، بس انت عارف الاهلاويه عايزين بقى يعرفوا رايك في مجموعه النادي الاهلي في افريقيا، شايفها ازاي؟ انا شايف النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي دول مش هيناموا النهارده في الحاله اللي فيها النادي الاهلي دي، في الفورمه. انا مش متوقع منك التصريح يعني ده بصراحه. في الفورمه اللي هم اللي النادي الاهلي موجود فيها ما شاء الله، دول هيقعدوا يجي لهم اسهال وهتلاقيهم رايحين جايين على الحمام وياخدوا كتافلام والحاجات دي اللي بتتعمل. اكيد متابعين اكيد متابعين. فالنادي الاهلي يعني في فورمه عظيمه جدا، ومدرب رائع، وجهاز فني انا شايف انه متكامل. و احنا مبسوطين يا كابتن، عارف بنستنى الماتش عشان يعني نتبسط ما شاء الله. يعني ما شاء الله بقيت تستنى المباراه تستمتع وتضحك، وفي في في حاجات كوميديه بتحصل، في ترقصات كوميديه بتحصل، في الجمل تكيفك، فاهم انت ازاي؟ فبجد يعني يعني بجد حاجه مفرحه. مبسوط جدا النادي الاهلي وفق يعني
في اختيار الجهاز، مجموعة لعيبة كمان رائعين، فيهم ميزات يعني ما بتتوجدش كلها مع بعض، في طاعة، في تنفيذ، في مهارة، في اكسترا تالنت، يعني في حد يعني عنده موهبة زيادة، يعني موقف يحله، يعني انت متوقع. تحب تشتغل انت يا كابتن مع مدربين زي فايلر والناس؟ طبعا طبعا. لا يعني انا شايف انه مدرب عنده التالنت، عنده وكمان عنده اللي انا سمعته كمان من الولاد انه شخصيته قوية، جميل، يعني شخصية تحترم، ومش يعني مش خفيف، لا معلم. فطبعا ان شاء الله زي ما قلت لك الثلاث فرق اللي في مجموعتنا دول اديتني تصريح بصراحة، بيهر الثلاث فرق بيهر مش هيناموا النهارده. ايه الجديد اللي انت شايفه في فايلر يا كابتن احمد؟ هو انا يعني للامانه ما حضرتش التدريب، كان شايفه زينا لكن بس اكيد لكن طبعا لا من كمان وجهه هو نظر عندي مختلف. يعني باك جراوند، بسال طبعا عشان اطمن على الفرق. بيعمل اللي انا بقولت لك عليه، الحاجه اللي تخدم اللعب المباراه. يعني التدريبات بيقولوا لي ان هي تدريبات جيم سيتويشن، يعني بتاعت المواقف اللي بتحصل بالظبط، في المباراه، الملعب والتراكم ده في الجهاز العصبي. كمان انا متخيل انه بعد فتره اكتر هيبقى فيه يعني آلية في الاداء، اداء جميل. آلي، يعني هيبقى فيه خلاص كل واحد عارف التاني حفظنا. فين، وهيبقى المساله اسهل من كده بكتير كمان. يعني انا شايف مثلا من تحركات اللعيبه في التنظيم الدفاعي وفي التنظيم الهجومي، لا في درجه عاليه من التحسن. يعني كنت متوقع الكلام ده في فتره قليله من كتر الكلام اللي قالوه عليه ما كنت خايف، يعني كان في هجمه عليه مش طبيعيه قبل ما يشتغل. هجمه مرتده من غير فلما اساسا، اشتغل من غير دفاعات. بصراحه انا مبسوط وسعيد بيه وسعيد بيهم كلهم، وجهاز متناغم جدا، وان شاء الله يحققوا احلام وامال جماهير النادي الاهلي. يا رب يا رب. لما بتكون في جهاز قوي وشايف لعيبتك ما شاء الله فايقه، وعندك بقى قرعه دوري مجموعات، قرعه كاس عالم، ومش عايز انسى برضه اداره النادي، يعني اداره النادي يعني من يعني انا رحت انديه كبيره جدا، بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، يوفنتوس، وانديه كبيره جدا، وانديه في بلاد تانية زي تركيا، رحت بشكتاش، رحت جلطة سراي. عمر بنوب بيقول لك رحت فاينل الهولندي، وفاينل طبعا قعدت مع شريف حوالي اسبوعين فعلا اتفرج عليه. عمر طبعا متابع من الناس الشاطره جدا، ما شاء الله عليه، شاطر ما شاء شاطر الله شاطر جدا. فالنادي الاهلي ما يقلش في الاداره او في النظام الاداري عن الانديه دي كلها، يعني طبعا لا يعني هو وحشك النادي يا كابتن احمد؟ والنادي ده بدمك، النادي بدمك يعني. تتكلم كده؟ لا مبسوط، يعني انا الفتره دي مبسوط. الفتره اللي فاتت يمكن كنت قلقان شويه، لكن الفتره دي انا مبسوط جدا باللي بيحصل في النادي. كمان سايبين الجهاز يشتغل، يعني لهم خصوصيه معهم، كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير للكوره، حد محترم وحد شرب الشغلانه بشكل جيد، ما شاء الله عليه، وعارف يكشر امتى ويضحك امتى ونص ضحكه امتى، حاجات كده يعني. يعني مبسوط من الاداء ككل، في ولاد صغيرين شغالين، امير توفيق شغال بشكل جيد جدا، من مجلس الاداره طبعا داعم بشكل كويس جدا. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان اللي انا يعني شايفه يعني هيحصل، انه هيبقى في بهجه في النادي، وهيبقى في يا رب في حاجه حلوه يا رب يا رب. ارجع لسؤالي، لما بتكون في جهاز وعندك لعيبه والدنيا بالنسبه لك حلوه وجميله، شايف ان انت ما شاء الله واقف على ارض ثابته، ما بيفرقش معاك بقى انت هتقع في مجموعه ايه، هتلعب فرق مين، صعوبتها انا جاوبت الرد القاطع، ماشي انا جاوبت، بس انا عايز اسمعها تاني. والله العظيم النجم والهلال وبلاتينيوم دلوقتي كل واحد فيهم بيقول يا رب اطلع تاني، يا رب يا رب، لو يطلع يعني تاني يعني مع النادي الاهلي اللي هم
الكلام ده طبعا يعني كره القدم فيها كل حاجه اكيد، لكن احنا عندنا مؤشرات. مجموعه اللاعبين الاول، الاداره، مجموعه الجهاز الفني، مجموعه اللاعبين، كله في مؤشرات حلوه ما شاء الله، دي حاجه. فبالتالي بتديك امل. انا ليه قلت كده؟ لانه فعلا يعني انا عارف نجم الساحلي هم شكلهم ازاي دلوقتي، عارفهم ومتابعهم. الهلال هيبقى في صعوبات في المباراه الاوي، في المعيشه، في السكن، مش عارف، في التدريب، في المضايقات، لكن احنا تعودنا بقالنا كتير جدا، تعودنا على الحاجات دي. يعني عايز اقول كلمه للساده المشاهدين، كابتن احمد ناجي يعني لفت نظري ليها في الاخر كده. احنا بنتكلم على فايلر ببهجه زي ما كابتن احمد قال، بنتكلم عليه ان هو مدرب عبقري. وعلى فكره احنا لازم نتكلم كده يا جماعه، انا ضد اللي بيقول يا جماعه لا وبلاش نعمل في الراجل مش عارف ايه. لا، انا لازم، احنا كنا قبل ما يجي الراجل الناس كانت بتقول خايفين ومرعوبين والسي في بتاعه، لا لازم نديله حقه ولازم نقول له هو راجل مبدع، والراجل ما شاء الله ما شاء الله غير شكل الاهلي 180 درجه ما شاء الله. اللعيبه فائت في تمركزات واضحه جدا، اتغيرت في مجموعات هجوميه وفي مجموعات دفاعيه، بقى شكل النادي الاهلي اوروبي. لازم نقول كده ولازم ناكد على كده. وهو الراجل اعتقد ان هو بيستوعب الكلام بطريقه تديله ثقه، مش تديله ان انا يعني بقى خلاص مغرور، او ان انا بس الناس بتقول لك لا احنا مش عايزين ننفخ. يعني عايز اقول لك حاجه كمان في ال، يعني انت تحب كده كابتن احمد شخصيا ولا ما تحبش؟ يعني تحب ان انت شغال اقعد ادي لك حقك؟ ما انت بتستقبله ازاي بقى؟ دي مشكلتك. مش في حاجه اسمها الموتيفيشن، يعني الدوافع. تمام، جميل. يعني كنت اتبسط جدا من اي حد انا بشتغل معاه يقول لي ايه ده جميل حلو ده مفيد، خليني اليوم اللي بعده عايز اجود اكتر، واخد بالك؟ فانا بقول ان حتى قبل ما يجي فايلر، زي ما قالوا مثلا على مانويل جوزيه قبل ما يجي النادي ما عندوش سي في، دي ناس مش فاهمه حاجه خالص. يمكن عمر بنوب اشتغل في الحته دي وعمل حاجه حلوه جدا. بالعكس، مانويل جوزيه كان عنده سي في رائع قبل ما يجي النادي الاهلي، اشتغل في بوافيستا وبنفيكا وحاجات، واشتغل في لعب البطولات الاوروبيه وعنده سي في. انا بصراحه نفسي الراجل ده كمان نفس الحكايه، مش السي في بتاعه مش وحش ولا حاجه، يعني وقف على في الشامبيونز ليج واشتغل مع اندرلخت البلجيكي وخد بطوله دوري مع نادي اوروبي. يعني مش من السهوله ان مدرب يبقى مصنف ان هو مدرب اندرلخت البلجيكي اللي هو اهم نادي في بلجيكا اللي هي ثالث العالم في كره القدم. بالظبط. فيعني ومفيش نادي في العالم مفيش لعيب بلجيكي سوبر ستار. فلا يعني انا شايف بغض النظر عن كل ده، هو ما عندوش فكر، هو ما عندوش سي في، ده اللي بتكلم فيه. ماليش دعوه، انا شايفه في النادي الاهلي مدرب عظيم وشخصيه عظيمه وعامل نتائج عظيمه، وان شاء الله يكمل على كده ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله. لكن في فرق مبهمه بالنسبه لك كابتن احمد، يعني فرقه زي بلاتينيوم الزيمبابوي، فرقه مبهمه دي تقلقك شويه ولا برضو احنا على العهد؟ لا يعني مش يعني النادي الاهلي بالنسبه للفرق دي امله. احنا سافرنا ورحنا وشفنا لسه هسالك ما انا مش هسيب الفلاد دي، يعني البلاد دي وفرقها، يعني ايا كان هيبقوا بلاتينيوم. انا كنت فاكره جنوب افريقيا. لا زمبابوي، اعتقد في بلاتينيوم في جنوب افريقيا تاني حاجه كده يعني. في في فزيمبابوي حاله البلد عموما اتغيرت، حتى اقتصاديا، حتى بالزبط كل بالزبط حاجه بالزبط بقت مختلفه غير الاول. كان في لعيبه اجانب وكان في لعيبه بيض كتير وكان دلوقتي بيعتمدوا على اللوكال بلايرز، يعني او اللعيبه المحليه. فلا يعني ما عندناش قلق من الثلاث فرق. الهلال السوداني طبعا فرقه مش يعني مش هنقدر نقول ان هي ضعيفه، الدنيا بتبقى الحر طبعا، اذا كان في اجواء ميعاد المباراه هيبقى في جو معاكس او حاجه، لكن لا يعني اجمالا انت هتتفوق في المجموعه دي بنسبه، يعني ان شاء الله بحاجه حلوه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. اصعب مجموعه قابلتها في حياتك كانت ايه؟ تفتكر؟
مش اصعب مجموعه يعني، اصعب مواقف يعني. مثلا يوم الصفاقس متعادلنا هنا ومش هنروح كاس العالم، والماتش خلاص دقيقه 93، فكان موقف طبعا يعني. وانت سامع ده لغايه دلوقتي جسمنا بيقشعر جنبك مانو جوزيه بيقول اي بليف ان لاست مينيت، اي بليف ان لاست مينيت، اللي هو انا مؤمن باخر دقيقه، اخر ثانيه. هو راجل كده كان كده. اه انا جنبه اي بليف ان لاست مينيت، اي بليف ان لاست مينيت، وهو بيقول كده. الكره اتردت من 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 فلافيو، اتلعبت من شادي لفلافيو، وتريكا تريكا اه جون. فدي مواقف صعبه جدا، دي مواقف من المواقف المستحيلة الحدوث يعني. كان بنذكري ده سيرد باك، وانا فاكره وفاكر شكله وهو يلا بقى ايه، بيلا نفرح، اه نفرح بقى خلاص رايحين كاس عالم. وانا كان عندي موقف صعب جدا، المدرب الحراس اللي بتاع الصفاقس كان مصري احمد الظهراوي، وانا رحت ابارك له بقى خلاص، جبنا الجون وانا رايح بجد والله. فبقى عياط بقى، هو انا رايح هو عياط وما كده يعني. انت قمت فعلا؟ قمت يعني، قمت بقى ايه ما يعني لحظه ياس يعني عارف. ف ربنا كرم يعني فاهم. فبقى هو يحضني ويعيط وانا اقول له معلش وكده يعني فاهم. ده كانت دي اقوى موقف في العالم. ده موقف لان قبلها حياتنا احنا كاهلاويه، قبلها كان مجلس الاداره كامل معانا، فانا بهزر فقاعدين كابتن حسن كابتن خطيب كل الناس، فقلت لهم هنكسب الماتش ده في اخر ثانيه، مش شيخ ولا درويش ولا حاجه يعني، انا بضربها وخلاص. وانا داخل الاوتيل لقيت كل الناس خايفه الشيخ جه، فقامت ده كان موقف مريب. وفرحنا فرحه يوميها، كان معانا طبعا اعضاء النادي، ويوم اليوم ده من اليوم ده طبعا وتأهلنا لكأس العالم مع منتخب مصر. ان بقى لنا 28 سنة ما تأهلناش لكأس العالم، برضو ده يوم كان يوم حلو قوي بالنسبة لي. هو هسألك سؤال بس أنا مش عايز أحطك في مفارقة بصراحة، هو برضو الفرحة فرحة مصر، بس فرحة الأهلي وأكيد الفرحتين متساويتين طبعاً. بس الأهلي كانت ظروفها بس عشان إحنا كمان مختلفة. في الأهلي يعني يعني لما تفقد الامل ويجي لك في 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 اخر ثانيه، ده جزء من الثانيه. أوه. خلاص كان الحكم خلاص يعني، فبتبقى ليها كده. لكن طبعا وصول لكاس العالم ده حاجه ما فيش بعدها فرحه يعني. كاس عالم دايما تسمع الاجواء في كاس العالم اللي انت بقيت متواجد فيها بجد يعني، حاجة مش طبيعية، حاجة مش طبيعية. احنا رحنا طبعا كاسات عالم، انا رحت 4 كاس عالم اندية مع النادي، وخدنا مركز ثالث في واحدة منهم. عمر بص عمر بقول لك، ولعبت اولمبياد في لوس انجلوس. لا لعبت كلاعب اولمبياد. لعبت كلاعب اولمبياد ومرنت كاس عالم، ومرنت في قارتين ما شاء الله، قارتين ما شاء الله، اسيا وافريقيا ما شاء الله. ف المسألة مسألة يعني، حتى ده كمان بيساعدك انت كمدرب. ان هو مانو جوزيلي بيقول اي بليف ان لاست مينيت، وليه بيقول كده؟ اكيد حصل له ده، اكيد يعني موقف مخزون عنده، انه هو يعني بقى مقتنع ان هو معتقد في اخر دقيقة. هو شخصية لا تعوض يعني. لا يعني كرة القدم علمتنا كتير وادتنا كتير حقيقة. يعني برضو عمر بص معانا، ما تيجي عمر تقعد معانا والله العظيم معلوماتك. قال لك كسب مين يا عمر؟ كسب فيرونتينا. كسب فيرونتينا وكسب كاس الكؤوس الاوروبيه في اخر سنه، واعتقد يا عمر نابولي لعب، لانه حكى لي مره كان نابولي كان ضربات جزاء. ضربات جزاء مع مارادونا، كان مارادونا ضيع. بص ما شاء الله، وخد منه الجوانتي اداه للحارس بتاعه بالظبط. وبعدين يموتك من الضحك بقى، يقول لك كان يجي عنده حارس احتياطي يقول له انت احسن حارس في البرتغال، انت احسن حارس في البرتغال، وقت ما بيلعبش طب ما تلعبني. قال له كده، قال له يعني دلوقتي تقول لي انا احسن حارس في البرتغال وما بيلعبش؟ قال له عشان اللي بيلعب احسن حارس في اوروبا. لا هو شخصيه
شخصيه جباره، شخصيه جباره. انا مش عايز الوقت يعدي، احنا فاضلنا ايه يا جماعه؟ احنا عايزين نقعد لسه يعني. كابتن احمد بصراحه معقوله برجاوي يعني، معقوله برجاوي. طيب احنا خلاص فاضلنا برجاوي ده، احنا اشتغلنا مع بعض كتير حبيبي جدا. برجاوي من الناس الشاطره، الناس الجميله جدا. بس بيخطفنا كابتن احمد على الهواء، بقى قاعد بظبط حاجه يقول لي انت هوا ينفع؟ لا لا عادي، ما ده بتحصل، ما ده الكواليس بيقولوا عليها الكواليس. طب انا عايز بقى ايه، ما ننساش الاهلي هيروح فين في افريقيا؟ في النهائي ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا رب، باذن الله. الاهلي هيروح في النهائي وان شاء الله ياخد البطوله ويفرحنا بقى بالشكل كاس العالم بقى وحاجات، ويعمل كمان شكل في كاس العالم ان شاء الله. يا رب باذن الله، كلنا متفائلين وعندنا ثقه في ربنا وعندنا ثقه في ادارتنا اكيد وفي جهازنا وفي لاعبتنا. ان شاء الله نروح على ابعد ما يكون باذن الله. احمد ناجي الشاعر بقى، مش عايز اسيبك. ده زنقه بقى، مش عايز اسيبك بصراحه. احمد ناجي الشاعر دلوقتي يقول لمصر بقى حاجه، قول. يقول اصل الحكايه وطن غالي وعزيز على الكل، يفوت عليه الزمن يطرح في أرض الفل، يتحدى كل المحن من غير هوان ولا ذل. أصل الحكاية وطن مزيناه أحلام، عينه على بكرة باصص كده لقدام، ألمه يكون ذكرى والفرحة منه الطل. أصل الحكاية وطن غالي وعزيز على الكل. الله الله الله، يعني بالرغم من هدك الكوره. ما هو انا عندي ده اللي عامل لي يمكن في شخصيتي الهدوء النفسي ده، انا مش فارق معايا حاجه يعني. انت بتقول لي اشتغلت ما اشتغلتش، انا حلو، انا ماما حلوه زي ما بس. لا هو انا بصراحه يعني مش هتكلم، انا مش هتكلم. لا ربنا يدي لك الخير كله وحضرتك تستاهل كل خير. واحنا بنقول لما بنشوف، ما بنقولش عشان هنشوف، لا احنا شوفنا. هو ده اللي مريحني انا نفسيا، انه انا طالع زي ما بيقولوا من الباب الكبير، طالع وانا كويس، ودي حاجه كويسه. غير لما اكون طالع وانا عليا نقد ومش عارف ادرب والاجوان وحشه ومش عارف ايه. لا انا طالع الحمد لله، وكل الناس بتثني، وكل الناس كانت متوقعه ان انا اكون هنا او هنا او هنا، وليا حق ان انا اكون هنا او اكون هنا. فدي حاجة حلوة يعني، مش حاجة وحشة يعني. طالع كويس، طالع سليم أكيد يعني، مش واخد لي بوكسين من هنا. لا خالص خالص، فالحمد لله رب العالمين يعني. بحمد ربنا طبعا على الرضا النفسي ده، وبحمد ربنا على يعني محبة الناس وتقدير الناس، وأكيد القادم أفضل إن شاء الله بإذن الله. كله اتكلم عن تغيير الجهاز الفني لمنتخب مصر باستثناء الكابتن أحمد ناجي، قبل طبعا ما يكون في جهاز اساسا فني. كنا بنطالب كلنا، او انا بتكلم كجماهير يعني، حتى في الاهلي كنا بنقول جهاز فني يبقى فيه الكابتن احمد ناجي، لكن طبعا انت عارف اتجاه المدير الفني، وحضرتك اثنيت عليه واثنيت على كل اختياراته. لا لا، ربنا يوفقهم، هم كلهم قدرات كبيره وثقتنا فيهم كبيره، وان شاء الله يحققوا لنا حاجه كويسه. ان شاء الله تكون في احسن مكان في الدنيا يا كابتن باذن الله. الله ان شاء الله يعني، نشوفك قريب جدا في الملاعب تاني ان شاء الله باذن الله. ملاعب في الدم. أنا طبعا، لا طبعا، وأنا جاهز وبشتغل كل يوم على نفسي، لأن المدرب برضه يعني من ضمن الحاجات اللي أنا بقولها للمدربين، المدرب لازم يشتغل على نفسه، لازم يبقى وزنه مناسب، لازم لياقته تكون حاضرة. فإن شاء الله يبقى اللي جاي احنا مستعدين له إن شاء الله. مش عايز أتكلم عشان ما تقوليش بقى يعني هو ماسك الخشب هو. مش هتكلم إن شاء الله يعني، ما شاء الله. كل التوفيق لحضرتك، وسعدت جدا بحضرتك، وأكيد يعني على فكرة عايز أقول للكابتن أحمد ناجي، للمشاهدين من قناة النادي الأهلي، ميدو من الناس اللي انا بحبها جدا، طبعا كنت مدربه ودلوقتي بيقول لي احمد كده عادي. ف معلش يعني، هي العيال لما تكبر برضه ده كابتن بتتجرأ شويه. احنا نتشرف بيك كابتن، نتشرف بيك كابتن. ربنا يكرمك، انت عارف محبتك عندي وعند كل الاهلاويه بصراحه. الحمد لله، ان شاء الله نشوفك في احسن مكان باذن الله. ان شاء الله، نورت وشرفت. نور بيك حبيبي، ربنا يخليك. دي كانت فقرتنا مع النجم الكبير، نجم الاهلي ونجم مصر، الكابتن الكبير جدا الكابتن احمد ناجي. بعد الفاصل هيكون معاكم النجم اسلام الشاطر. بسعد جدا بحضراتكم، واشوفكم بكره على الف خير ومع الف سلامه.